كانوا بيسألوا هنا براجع بس الحتة دقيقة. أنا اللي كنت بعمله هنا كنت بعمل إيه؟ I was counting the number of independent components of a the Riemannian tensor واكتشفنا إن هم 20 بس. الحتة اللي كان الزملاء بيسألوا فيها هنا أنت ليه خدت 0 1 و 0 2 و 0 3 1 2 1 3 1 و 2 3 سبت 1 0 وسبت 2 0 وسبت 3 0 وسبت 2 1 وسبت 3 1 وسبت 3 2 لان لما الالفا والبيتا بيحصل لهم اكستشينج بحصل على نفس الكومبوننت باشاره سالبه فاللي جاي ده مش اندبندنت فانا اي واز كاونتنج اونلي ذا اندبندنت كومبوننت فعشان كده ايه اخترت الايه بتاع ده والتانيين معروفين بالسيمتري بروبرتيز عن ايه نفس الشيء بالنسبه للميو نيو برضه 0 1 و 0 2 و 0 3 ما خدتش 1 و 0 لان 1 و 0 في الميو نيو بيساوي سالب الار ل 0 1 هنا يعني 1 0 في الميو نيو بتساوي ايه سالب الالفا والبيتا هم والنيو والميو بقوا ايه 1 و 0 فما فيش اندبندنت فانا عشان كده انا بعد بس الاندبندنت فطلعت لي جدول 6 في 6 في 36 وبعدين وانا بعد ما كتبت الاليمنتس ده هم لقيت برده كمان مثلا 0 2 و 0 1 و 0 1 و 0 2 الخاصيه الثالثه انا لحد كده انا كنت مستعمل الخاصيتين الاولانيين الخاصيه الثالثه بتشيل لي بقى ايه الاثنين دول لما يحلوا محل الاثنين دول هنا والاثنين دول لما يحلوا محل الاثنين هنا والاثنين دول لما يحلوا الاثنين هنا فناخد صف واحد ونترك العمود ده نفس الشيء ناخد صف واحد ونترك العمود ده قعدت نعد الحاجات لقيت ان معايا 15 كومبوننت they are already repeated باستخدام الخاصية الثالثة يبقى 36 ناقص 15 21 فاضل لي خاصية واحدة ما استعملتهاش لقيت ان الالفا والبيتا والميو نيو ده هما لازم يكونوا مختلفين عشان احصل على معادلة جديدة otherwise لو كان فيهم حد متساوي كنت مش هحصل على حاجة جديدة علاقات اوريدي انا عارفها فلما خليت ده 0 وده 1 وده 2 وده 3 الزميل كان بيقول لي طب لو انت خدت 0 يعني غيرت ال شايف هو كان اغير هو الايه غير قال لي بدل ما 0 1 2 3 خد 0 2 1 3 هتبص تلاقي مختلفين هتيجي 0 2 1 3 زائد 0 3 2 1 من المعادله دي زائد 0 1 3 2 ده مختلف عن اللي انا كنت كاتبها هنا لكن دي المعادله ديت هي المعادله ديت ضربها في اشاره سالب يعني هو كان يعني بص 0 1 3 2 هي نفسها سالب 0 1 2 3 نفس الشيء الا اللي من سنه فديت فدي مش معادله جديده still the same equation بس you multiply it by سالب واحد والصفر في سالب واحد بصفر فالناحيه اليمين ما اتغيرتش فالمعادله هي جايه جديده فانا جبت خاصيه الخاصيه ده تخلي لي بمعرفه اثنين من دول الثالث يجي اوتوماتيك فانا كان معايا 21 كومبوننت 21 كومبوننت يضمون دول يضموا دول ثلاثه منهم مرتبطين بعلاقه جديده فيبقى ايه واحد يجي فيهم بدلاله الاثنين التانيين فيبقى انا مع عادي دلوقتي عندي 20 اندبندنت كومبوننت بس ذاتس ذا هول ايديا اوكي نعم وانا عندي 20 كل الاندبندنت كومبوننتس اللي موجوده ايوه موجوده بس انا بتكلم دلوقتي عن ايه عن يعني مثلا حبيبي انت مثلا في الالكتروداينامكس لما بتكتبها لما بتدرسها في الريلاتيفستيك ايه اكسبريشن عندك كام دراع في المتريك بتاع الالكتروماجنتيك تنسور ها 6 لا ما هو اف ميو نيو ب 16 بس هو انتي سيمتريك انتي سيمتريك فالايه فالبتاع اللي تحت ايه بالصفار في العمودي بتاع ده الدياجونال بالصفار وانتي سيمتريك فهي بتفضل لك كام 6 الستة اللي هم مين اللي هم 3 الكتريك فيلد و3 ماجنتيك فيلد كويس يا اخي شايف اهي الثلاثه الكتريك فيلد و3 ماجنتيك فيلد بقى انت لما تيجي تكتبه هتلاقي ايه وانت بتكتب الاف ميو نيو ديت هتلاقي هنا سالب اي اكس وهنا اي اكس هل هدي هتعدهم كاندبندنت كومبوننت لا سالب اي اكس واي اكس ده علاقه اشاره بينهم سالبه بس فهتلاقي عندك ايه الفيزيكال اندبندنت ارمز اوف ذا كوانتيتي ار اونلي 6 ام ابلاينج ذا سيم ايديا اوكي هو الحقيقه ماكسويل ده
كانت صورته فوق سرير اينشتاين، فهو كان ملهم صحيح. ماكسويل طبعا وفاراداي، هو الراجل كان بيقدر التجارب. اوعوا تنسوا التجارب، المعادلات حلوه وشكلها حلو وجميل وتعيش عليها، هنعمل حاجات حلوه قوي دلوقتي اللي بيحب الرياضه يعني مستمتع، لكن اوعك تاخدك من ايه، من الطبيعه. الفيزيكس هي الاساس، الفيزيكس مليانه الهام، انت بتتعلم من الطبيعه، انت مش بتعلم الطبيعه ايه. يعني عشان الحته دي الناس الماثيماتيشنز شويه كنت دايما اتخانق مع زملائي وانا طالب عامل دراسات عليا، كانوا كلهم شطار في الرياضه كده وبتاع، وانا كنت شاطر وكنت اشطر منهم كمان، كنت اجيب درجات احسن منهم في الماده، بس ايه، بس انا دايما متطرف للفيزياء، لان انا اعتقد ان الفيزيكس الطبيعه نيتشر الكون هو اعظم معلم. ممكن يكون بيضحك علينا؟ well اسكت اسكت يا علي، اسكت يا علي عشان ما تتكلمش مع بعض، اسكت يا علي. انا افتكرت ان انا اسكت اسكت يا علي. اوكي بص يا جميل بقى، انت هو هنعمل بقى شويه حاجات كده لطيفه جدا جدا. انا كنت عايز اخش على ايه، على تطبيق نعمله. يلا let us ايه fulfill our promise اللي احنا وعدناكم بيه، اللي هو جاوس كيرفتشر. على ايه، لو انا عندي، تعالوا نشوفوا ايه 2D problem، وهناخد ال 2D problems ديت يا سيدي. ما لو انت في حاجه ايه، المتريك يكون دايجونال. انا فاكرين انا كان المتريك كان دايجونال في المساله اللي انت خدتها، المتريك هيكون ايه دايجونال، يعني الجي ميو نيو بتساوي جي 11 جي 2200، واخد بالك؟ وطبعا الجي ميو نيو هيساوي ايه، ها حد يقول؟ واحد على جي 11 00، واحد على جي 22، مش كده ولا ايه؟ مش المتر الجديد، مش دي مش كده عارفينها، ها مش بنضيع وقتنا. فانت ايه، تعالوا نشوفه هنا، تعالوا نشوفه. هنشتغل عايزين نجيب الايه، الار الار الفا بيتا جاما ايتا، واخد بالك؟ ان ذس ايه، ان ذس ان ذس سيستم. والحقيقه اقسمه على، هنلاقي في الاخر ان الكي اللي هو جاب، ولا بلاش دلوقتي، بلاش دلوقتي، خليني ايه، خليني الاخر احسن، نعلق الاخر. اوكي تعالوا نعده كده مع بعض كده يا اولاد. يبقى هنا ايه، يبقى ال جي 11 هنا بقى جي 11 بواحد على جي 11، والجي 22 بواحد على ايه جي 22. تعالوا نجيبوا ايه جاما الكومبوننت، عشان نجيب ديت لازم اجيب الكومبوننت بتاعت الجاما. فهنا الجاما الفا ميو نيو، ايه الكومبوننتس بتاعتها ديت، عددها كام؟ انا عندي الدايمنشن كام؟ باثنين. الدايمنشن بايه؟ باثنين. اوكي يعني مثلا ثيتا والفا، فديت 2 في 2 في 2 دول كام؟ 8 كومبوننت، بس هم مش كلهم اندبندنت، لان انا عارف الايه، انا عارف الـ يعني انا هيبقى عندي ايه جاما 1 1 1، وجاما 1 1 2، وجاما 1 1 2 بيساوي جاما 1 2 1، صح يا ولاد؟ فمش هنعدها دي. وبعدين جاما 1 2 2، وجاما 2 1 1، وجاما 2 1 2 يساوي جاما 2 2 1. عد بقى الكومبوننت اللي انت عدتهم هنا. صح في حاجه غلط ولا ايه؟ حصل. وجاما 2 2 2، 1 2 3 4 5 6 7 8، اهم 8 كومبوننت، بس الاثنين ده هم ايه بيساوي بعض، فبتفضل ايه 6 كومبوننت. اوكي فتعالوا نجيب الايه الكومبوننتس المختلفه، لان انتوا عارفين الار الكيرفتشر بيجي بدلاله مين، بيجي بدلاله الجاما. بس تعالوا نشوفوا كام واحد
طبعا الار هنا اللي انا كنت المعادلات اللي انا كنت بعملها دي تصح لاي دايمنشن. اوكي احنا كل شغلنا ديفرنشال جيومتري يعني ما اربعه دي كل شويه اقول لك اربعه وعشرين وبتاع عشان ده اللي يهمني انا فيزياء يعني. بس احنا تعالى ده تطبيق رياضي بس. فهنا لو حضرتك هنا ار 1122 مثلا ما انت عندك الالفا والبيتا والجاما والنيو بتساوي ايه؟ 1 و2 1 و2 مثلا ار 1 1 2 2 دول بكام؟ بصفر مش كده؟ اي هتبص تلاقي كل الاليمنتس دول ار 3 وحايد بصفر مش عارف ايه كل دول بصفر صفر صفر مش هتلاقي غير الار 1 2 1 2 هي اللي ايه؟ هي اللي ليها قيمه. او اسحبها يعني او ايه او يعني او مثلا ايه؟ اور ار 2 1 1 2 ايه العلاقه بين دي ودي؟ اشاره سالبه ار وهكذا. فاهم؟ فيبقى ايه؟ This is the only independent ايه؟ only independent curvature tensor element. اوكي؟ only independent tensor element. فلو انا عندي التنسور element ده هو طلع بصفر لو طلع بصفر يبقى الايه؟ يبقى مفيش curvature يبقى ال 2 dimension ده هو flat. يعني انت لو اشتغلت مثلا على فلات سبيس 2 دايمنشن اللي هو الار 2 ده اللي هو مثلا في الار والثيتا هتجد ان الايه ديت بواحد ودي بار سكوير. لو فضلت تعمل المعادلات ومش عارف ايه وتجيب الجامات وما الى ذلك عيش حياتك هتبص تلاقي في الاخر ايه في الاخر الار 1 2 1 2 بيساوي صفر. يبقى ايه يبقى ده فلات ايه يبقى ده ما فيش كيرفتشر لكن احنا هنطبقها على كوره بعد كده بس ايه بس المهم تعالوا نجيبه ايه احنا بنجيب حاجه جنرال دلوقتي تنفع لايه لكوره تنفع المهم يكون بس كل حاجه ان المتريك يكون ايه دايجونال. اوكي طبعا لو مش دايجونال الاناليسيس هيتعقد مش اكتر كده بس انت يو هاف ذا تولز تو دو ات. فتعالى يا عم نجيبه بقى الجامات ده الجاما 1 ميو نيو عباره عن ايه نص بص بقى نص جي 1 دلتا ايه دي ميو جي دلتا ميو زائد دي ميو جي دلتا ميو ناقص دي دلتا جي ميو ميو مش ده تعريف الجامعة اللي معلمولكوا انا احنا قلنا ايه ده هيسحل لنا الحاجات اهو ده دياجونال يبقى الدلتا ما ينفعش تساوي ايه؟ ما ينفعش غير انها تساوي واحد، لو ساوت اتنين البتاع ده مضروب في صفر هيطير. يبقى ايه دلتا بس بتساوي ايه؟ بتساوي واحد. انا عملت لك بالتخصيص اهو جي 1 1 يبقى ايه دي ميو جي 1 ميو زائد دي ميو جي 1 ميو ناقص دي 1 جي ميو ميو. اوكي؟ وعيش حياتك بقى طب بقى ايه جاما 1 1 1 جاما 1 1 1 هتحط بقى ايه ديت 1 وديت 1 وديت 1 وتعمل الحاجات مع بعضيها بقى والنيوب 1 هتبص تلاقي جاما 1 1 1 يساوي 1 على 2 جي 1 1 دي 1 جي 1 طبعا ديت ب 1 على جي 1 1 اتفقنا على كده فيبقى دي 1 جي 1 1 يعني كم فري اعملها لكم دي بالتخصيص احسن ها طب شكرا ثانك يو يا حبيبي ربنا يخليك يبقى جاما 1 2 2 هتساوي سالب 1 على 2 جي 1 1 دي 1 جي 2 2 وجاما 1 1 2 بتساوي جاما 1 2 1 بتساوي 1 على 2 جي 1 1 دي 2 جي 1 1 طبعا دي 2 معناها التفاضل بالنسبه للايه الفاريبل الثاني two dimension expand by a by two a two components في ال coordinate system بتاعه وبعدين يا سيدي ما له انت جاما 2 2 2 بتساوي 1 على 2 جي 2 2 ب دي 2 جي 2 2 وجاما 2 1 2 بتساوي جاما 2 2 1 1 على 2 جي 2 2 دي 1 جي 2 2
وفي حاجه انا يعني جبتها لكم مع ان احنا مش هنستعملها اخر واحده اللي هي جاما 211 اللي هي 1 على 2 جي 22 دي 1 جي 11. خلاص جبنا ايه؟ جبنا الجامز اللي بدلالتها هنعرف مين؟ هنعرف ايه الكيرفتشر اهو. انا بقى عندي ايه؟ ار 1 2 1 2 من النص الاول من المحاضره دهية انا عندي الكيرفتشر بتاعي اللي هو ريمان بيجي ده بيجي من ريمان الحاجات اللي بتبقى على الارض دي ان انا بتساوي جي 1 ميو ار ميو 2 1 2 صح؟ 1 ميو ده بتنزل ديت بتخليها ايه؟ بتخليها لي 1 وانا يبقى انا عندي ايه بقى؟ انا عارف التعبير بتاع ده بالجامات والحاجات الكبيره اللي انا كنت عاملها من شويه اللي عباره عن ايه؟ يبقى ايه؟ انا فاضل معايا حاجه غير الميو انها تساوي 1 هنا ميو تساوي 1 فقط اونلي اذروايز هيبقى عشان هو دايجونال ايه اوكي يبقى بتساوي يبقى ار 1 2 1 2 تساوي جي 1 1 في الايه في الار 1 2 1 2 يبقى الجي 1 1 اهي مضروبه بقى التعبير بقى بتاع ده اللي هو عادي جاما 1 2 2 زائد جاما 1 ابسلون جاما ابسلون ودي واحد اهي 2 2 بص اللي كنا بنعملها اهو ادي الايه ده 2 2 3 4 اللي ما حضرش الجزء الاولاني مش هيفهم اللي انا بقول ماشي 3 2 4 3 2 4 والثانيه 4 2 3 از نوت اوكي انا بغيظ عالي بس عشان تبقى ناقص دي 2 جاما 1 1 ناقص جاما 1 2 ابسلون جاما او ايتا يعني وات ايفر يعني ايتا 2 1 طبعا انا بجمع على الايتا فبص دي ايتا ديت هتساوي ايه؟ ديت هتبقى 1 يعني فنفكها كده اهو تبقى بتساوي جي 1 1 دي 1 جاما 1 2 2 زائد جاما 1 1 نخلي ابسلون ب 1 جاما 1 2 2 زائد نخليها بايه؟ نخليها ب 2 يعني الاثنين ده هم هي دي حضراتكم معايا ثانك يو يبقى ناقص دي 2 جاما 1 2 1 ناقص جاما 1 2 1 جاما 1 2 1 ناقص جاما 1 2 2 جاما 2 2 1 الاثنين دول برضه هي دي كويس ماشي هتحط بقى حضرتك ايه انا جبت الكومبوننتس المختلفه بدلاله ايه جبت الجامز اللي هي كريستوفل سيمبلز بدلاله الايه بدلاله المتريك اليمنتس وتفاضلاتها المختلفه انا معايا الايه الار 1 2 1 اهو بقى كل حاجه دي هتحطها فين هتحط مثلا دي 1 جاما 1 2 2 فين جاما 1 2 2 جاما 1 2 2 اللي هي سالب 1 على 2 جي 1 دي 1 جي 2 2 فلما تيجي تخش دي 1 على دي خلي بالك دي 1 لما تخش على دي هيبقى ايه الاول في تفاضل الثاني زائد الثاني في تفاضل الاول دي في المقام هتبقى جي 1 1 سكوير والحاجات دي ماشي اعملها اهو بص اهو انا عارف ان الجبر يعني شويه مش قوي بس ايه مثلا ايه نعملها بس دي 1 لما تخش على جي 1 1 دي 1 جي 2 2 انا بتكلم على ايه على اول واحده دي اهي ماشي انا بتكلم على اول واحده لما دي 1 تخش على دي طبعا معاك سالب نص بره وبتاع دي طبعا بتساوي ايه يا ولد بتساوي حاجتين واحد على جي 1 1 في التفاضل ايه الثاني يعني دي 1 سكوير دي جي 2 2 دي 1 سكوير معناها التفاضل الثاني بالنسبه ل 1 جي 2 2 ناقص 1 على جي 1 1 سكوير في تفاضل ديه بالنسبه ل 1 وايه يبقى بتساوي دي 1 جي 1 1 مضروبه في ديه الاصلي اللي هي ايه؟ دي 1 جي 2 2 everything is good ولا ايه؟ ها؟ طيب بعد حضرتك بقى ايه؟ هتعمل نفس القصه ديت على الحكايه السوداء دي هتبص تلاقي ال R 1 2 1 2 هتيجي مديك كده جي 1 1
في سالب نص واحد على جي 1 دي 1 سكوير اوف جي 2 دي 1 سكوير دي معناها التفاضل الثاني بالنسبه للايه للفيرست كورنيه زائد 1 على 2 جي 1 سكوير دي 1 جي 2 دي 1 جي 1 ناقص 1 على 4 جي 1 سكوير دي 1 جي 1 دي 1 جي 1 2 دي 1 2 2 سوري مفيش حاجه 1 2 1 2 اصلا زائد 1 على 4 0 جي 1 1 جي 2 2 دي 2 جي 1 1 مضروبه في دي 2 جي 2 2 ناقص 1 على نص 1 على جي 1 1 دي 2 سكوير جي 1 1 زائد 1 على 2 جي 1 1 سكوير دي 2 جي 1 1 الكل تربيع ناقص 1 على 4 جي 1 1 سكوير دي 2 جي 1 1 سكوير شايفين يبقى ايه يبقى دي معلومه خطيره جدا يبقى انا عندي المتريك ده او الريمان تنسور لاي سيستم دايما يتكون من ايه من التفاضلات الثانيه للمتريك اليمنتس او مربع التفاضل الاولاني للمتريك اليمنتس اوكي ودي ليها ايه هنت كده يعني مش عارف اقول ولا ايه ولا مفيش داعي خلينا الاول من ايه بعدين يبقى احنا وصلنا لحد فين يا جدع اوكي ماشي زائد 1 على 4 جي 1 1 جي 2 2 دي 1 جي 2 2 الكل تربيع اهو ده التعبير بتاعي ال R1 1 2 طبعا ايه تقعد بقى ايه الحاجات اللي مع بعضها تحطها مع بعضها والحاجات مش عارف ايه تخلي الشكل جميل يعني حاجه بقى ايه هزار كده يعني هتلاقي ان ال R1 2 1 2 اخر صوره هتساوي سالب نص مضروبه في D1 سكوير G2 2 زائد نخلي التفاضلات الثانيه مع بعضها D2 سكوير G1 1 ناقص 1 على 2 G1 1 مضروبة في D1 G22 مضروبة في D1 G11 ناقص D2 G11 سكوير ناقص 1 على 2 G22 D2 G11 D2 G22 زائد D1 G22 سكوير اهو ده الحل بتاعي اهو خلي ده كده اهو احسن ده بالظبط جاوسيان متريك اللي انا عطيته لك اللي هو بس كان ايه لو انت قسمت دي لو قسمت ار 1 2 1 2 على الديترمنت اوف جي الديترمنت اوف جي اللي هي مين اللي هي جي 1 1 يعني تقسمها على جي 1 1 جي 2 2 ده الديترمنت اوف جي ده اللي هو عباره عن جاوسيان ايه ذس از جاوسيان متريك او جاوسيان كيرفتشر جاوسيان كيرفتشر اكسبريشن اللي جه في المساله نمره 3 في الامتحان الترم الاول من الترم الاولاني اللي جبتها لكم البارابولويد فاكرين؟ اوكي او ده يبقى ايه البروميس واز فولفيلد اهوت وعدتكم بحاجه ونفذتها في اخر الايه في اخر الكورس بس طبعا انتوا فاكرين لما عملتوها للكوره كان طالع بكام؟ 1 على ار سكوير فاكرين 1 على ار سكوير يعني ايه؟ يبقى الار بتاع الملعبكه الغريبه اللي احنا بنعملها دي فعلا it has something to do with the curvature عشان كده لما كنت بضرب لك امثله تاخد دو جيوديسكس اللي هو بيقتربوا من بعض وده التفاضل الثاني لان اللي كان بيسالنا التفاضل الثاني التفاضل الاولاني التفاضل الثاني لان بيعطيني بالفعل تعبير يعبر عن الكيرفتشر بتاع المانيفولد فده يعطيك ثقه في ايه اللي احنا بنعمله يعني if you have doubts واخد بالك تستنى على نفسك شويه كده كويس يلا ايه نعمل حاجه ثانيه دلوقتي هنعمل بقى حاجه لطيفه قوي اللي هي بيانكي ايدنتيتي which is very important حد ليه اي سؤال قبل ما اكمل اتفضل يعني
حد احنا كده حاجه بسيطه هو ده من الجلوس بقى نفسه هو كده بيعبر عن الكونفيتشر حاجه ماس بقى هو جاب واحد بتاع جاوس يعني جاوس ده عظيم ده جاوس يا عم يعني ها حدوته جاوس ده لوحده حدوته يعني ادرس بقى تاريخه وشوف حاجاته هتتبسط قوي ريمان اللي هو تلميذه اللي هو عامل لنا الايه عامل لنا الهيصه دي كلها ديفرنشال جيومتري وعملها قبل من النسبيه والحاجات ديت يعني يعني جرانزمانز كان ده زميل اينشتاين فكان اينشتاين هو ستراجلينج مع الايه الايكويفالنس برينسيبل عمال يطلع نتائج ومش عارف يو ايه عايز يعبر عن الايه عن ال عن حاجات كتيره مش قادر يعبر عنها فهو كان بيحكي بقى ظروفه للراجل ده ويقول له بقى انا عندي الانترفال لما تعتمد على الايه على الـ على البوزيشن بعد عارف انت معامل الحاجات اللي احنا نعملها قال له بص ادرس الهندسه التفاضليه بتاعه ريمان فراح الراجل سنه 1911 راح يدرس اينشتاين اللي كان عمل قبلها الفوتوليكتريك افكت والسبيشال ثيري في الريلاتيفيتي والاي ايكوال ام سي سكوير كل الهيصه والبراونيان موشن وكان عامل بلاوي والليزر والحاجات دي لا ما كانش الليزر ما كانش عملها لسه كان لسه السيميوليتد ايميشن اخر حاجه عظيمه عملها كانت السيميوليتد ايميشن فهو قعد في التخته وقعد يدرس هو فيزيائي عايز الشاكوش الماث اللي هو لكن هو ايه السبيريت بتاع الثوت اكسبيرمنتس والحاجات ديت كانت جواه هو اللي عمله وقدم لنا حاجه عظيمه جدا معلش انا تقولي متطرف لما بتكلم عن الراجل ده لان هو بالفعل والله يعني على المستوى الشخصي الراجل ده اثر فيه تاثير عظيم جدا اكتر من تاثير ابويا نفسه يعني حقيقي يعني انا most of the fun and joy in my personal life بتروح للراجل صحيح يعني فانا معلش واخدت من وقتكم واتكلمت عن نفسي لكن ايه بس يعني بشارككم يا ليالي قعدت مع نفسي كده بص يعني بيانكي ايدنتي ديت بقى حاجات عظيمه خالص هتفيدني كمان شويه الاسبوع اللي جاي ده مين الكوفيريانت ديريفاتيف اوف ار الفا بيتا ميو نيو زائد covariant derivative new bus new r alpha beta sigma mu زائد covariant derivative mu r alpha beta mu شايفين اللي بيحصل ايه النيو تزق ديت النيو تزق ديت وتحطها في الطابور قبل اللي قبلها يعني النيو تبقى هنا مكان السيجما وتقول لها روح اوقفي قدام الميو قدام اللي كانت قبل شايف والميو تحل محل ديت وتقول للنيو اوقفي قدام مين اوكي ما لازم تحفظ الحاجات دي بطريقه عشان ما ايه مش كل شويه تبص في الاسم فورم ماشيت يعني ده بيانكي ايدنتيتي مهمه فيري امبورتنت طبعا ايه رايكم التكنيك هنعملها ازاي هنكتب الار بالبتاع الكبيره بتاعتها والكوفيرينت ديريفاتيف بالبتاع الكبيره بتاعتها واللي ايه رايكم بتاع اللي كانت رقم 4 هي ار بلس ليه كده لا لا مش دي لا 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 دي حاجه ثانيه خالص لا دي مالهاش دعوه بالسيمتري دي مالهاش دعوه بالسيمتري ده هنا بندخل بنفاضل ده بندخل التفاضل ده يعني الكمية ديت مفروض هي جدع ديت ايه فورث رانك تنسور الكمية ديت ايه خمسة رانك تنسور فايف رانك يعني مش فدي هنعملها ايه نعملها ازاي ها لا ما انتوا خلاص مفروض انتوا يا جماعة انتوا خلاص بقى فهمتوا اللعبة انتوا مفروض تقولوا لي اعمل ايه ها نيجوا رايحين لايه ايه الحاجات السهلة اللي ها ايوه نروح للـ LIF نسبتها في الـ LIF وده هي التنسور فورمولا
بما انها تنسر فورمولا بقى اذا اثبتها في ال اي اف هتبقى ايه صحيحه في جميع الفريمز. طب ما قلت ليش ليه عشان تفرحني. انا قلت كده هو قال كده. طب انا بعتذر لحضرتك انا ما سمعتكش كويس او انت ما تخيلتكش انك انت انا بحب انا بحبكم ما تزعلوش. طيب تعالوا كده ايه يبقى ايه على طول حيله اليتيم جودو ال اي اف ماشي. يبقى في ال اي اف يا عم طارق البتاع ده هيبقى ايه بدل النابله سيجما هتبقى اهي ار الفا بيتا ميو نيو. يا سلام قدرت اثبتها زائد دي نيو ار الفا بيتا سيجما ميو زائد دي ميو ار الفا بيتا ميو سيجما بتساوي صفر. طيب استنى بقى هو ال ار الفا بيتا ميو نيو شكلها ايه؟ ال ار الفا بيتا ميو نيو هي عباره عن الايه يا جدع؟ الجي الفا سيجما ار سيجما بيتا ميو نيو اللي هي عباره عن الجي الفا سيجما مضروبه في الدي ميو تطبيق حاجه اللي هي ايه؟ ها؟ 3 to 4 is positive 4 to 3 is not ماشي؟ او تكتبها بقى بالطريقه اللي احنا متعلمينها بيتا ميو ناقص دي ميو جاما سيجما بيتا ميو زائد جاما سيجما ميو سيج دلتا جاما دلتا بيتا ميو ناقص جاما دلتا ميو لامدا جاما لامدا بيتا ميو. استنى ايه العبط اللي انت بتعمله ده؟ ايه العبط اللي انت بتعمله ده يا طارق؟ انت يا ابني مش بتتكلم في ال اي اف؟ انت مش بتتكلم في ال اي اف؟ يبقى المفروض كنت تحط دول بكام؟ غلط. انا عايز اثبت ايه؟ انا عايز اثبت الطفاق ديت. دي حطيت الجاما في ديت بصفار. ما اقدرش احط الجاما هنا بصفار. الجاما هنا بصفار علشان جاما. لكن الدلتا لما هتخش على دي هنا الارنج معبر عنها بطريقتها العامه لان ايه؟ لان ده تفاضل. فانا انا الجاما بتساوي صفر لكن تفاضلها ما بيساويش صفر. فانا لازم نعبر عن الدولة بدلاله الايه باللونج اكسبريشن. I'm going to prove to you right now ان لما ده يخش عليها هيعطيني صفار بس ما تنطش دي في الامتحان انا نقصك هنا. اوكي لازم تاخدها. فهمت حاجه؟ دي مرق. طيب تعال بقى نشوف ايه اهو هنجد بقى ايه. تعال نجيبه ايه دي سيجما تفاضل دي سيجما للار الفا بيتا ميو نيو. ها يلا في ال اي اف الاول في تفاضل الثاني زائد الثاني في تفاضل الاول. تفاضل الاول بكام في ال اي اف؟ بصفر. فيبقى دي سيجما هتخش على دول. فاهمين انا بقول ايه؟ يبقى دي سيجما هتخش على دول علشان ايه؟ مش احنا كده مظبوط؟ استنى انا عملت حاجه غلط. انا واي ديد اي ميك ذس سيجما؟ انا اسف انا هخلي دي دلتا علشان في سيجما ثانيه. انا اسف. اوكي انتوا فاهمين ولا انت عارف ايه كويس؟ في دلتا جوه اصلا. ايه؟ في دلتا ثانيه جوه؟ فين؟ ايه كده؟ ها؟ جاما في جاما طيب؟ خلصنا الجاما ها؟ الجاما ها؟ انا اسف دي زي ما هي دي ده بس سيجما الاخيره كانت الاخيره احسن. سيجما بقى في الاخر. ايوه حلو كده كويس يا ولد. اوكي فدي سيجما تخش على الباشمهندس ده هيعطيني صفر فهي هتخش على دول. يبقى جي الفا جاما دي سيجما دي ميو جاما بيتا نيو ناقص دي سيجما دي نيو جاما بيتا ميو زائد دي سيجما في البتوع ده هم اللي هم ايه جاما ناقص جاما ادي زعمني في حاجه. اوكي انا بقى هنثبت لك ان دول بصفار. اوكي يبقى دي سيجما جاما
بتساوي ايه؟ مش هكتب بقى مش هوجع دماغي بكتابة البتوع. علي قول يا ابني الاول في تفاضل الثاني زائد الثاني مثلا ام بتاع ديت جامعه لها بتاع كده ها مثلا يعني ها واحنا ايه في ال اي اف في ال اي اف دي بكام ودي بكام خلاص يبقى ده بصفر في ال اي اف شفت بقى ما نطيتش ما انا كنت ممكن اقول لك كنت ممكن يعني الوقت اللي انا ضيعته في الحته دي في المحاضره كنت ممكن اقول لك ايه يا عم اعملها صفر كنت النتيجه الاخيره مظبوطه برده بس في غلط لازم يو هاف تو بي كيرفول المهم يا عم دي جاما دي جاما بقى يبقى دي جاما ار الفا بيتا ميو نيو هتساوي نص دي جاما دي بيتا دي ميو تفاضل الثالث لجي الفا نيو زائد دي جاما دي الفا دي ميو جي بيتا ميو ناقص دي جاما دايما الاثنين بوزيتيف والاثنين نيجاتيف دي بيتا دي ميو جي الفا ميو الجاما تروح للميو الفا زي ما هي والبيتا زي ما هي والميو تروح للجاما والميو تروح للميو اهو كده كويس معلش هنبص ده كده زائد دي نيو دي الفا دي نيو جي بيتا جاما ناقص دي نيو دي بيتا دي نيو جي الفا جاما زائد ناقص دي نيو دي الفا دي جاما جي بيتا ميو وبعدين دي نيو ار الفا بيتا نيو جاما شايف هنا ايه هي نفس التعبير ده النيو ده النيو يروح للميو والالفا والبيتا زي ما هما والجاما تروح للنيو والميو تروح للجاما في التعبير اللي جاي يبقى يساوي نص دي ميو دي بيتا دي نيو جي الفا جاما زائد دي ميو دي الفا دي جاما جي بيتا ميو ناقص دي ميو دي بيتا دي جاما جي الفا ميو ناقص دي ميو دي الفا دي جاما جي بيتا ده دي نيو بيتا جاما اوكي لو حضرتك بقى جمعت الثلاث معادلات دول على بعض ديت زائد ديت زائد ديت هتجد ان ايه دي جاما ار الفا بيتا ميو نيو زائد دي نيو ار الفا بيتا جاما ميو زائد دي ميو ار الفا بيتا ميو جاما هتجد ان هي بتساوي ايه؟ بتساوي صفر هتجد الحدود دهيت الاولاني هتلاقي فيه معاك ست حاجات موجبه وست حاجات سالبه السوالب مع المواجب هيروحوا مع بعض هيعطيك ايه؟ هيعطيك ايه؟ صفر ماشي يا ولد؟ فده هتبص تلاقي ايه؟ زي ما عملنا قبل كده في الخواص اللي قبل كده في السيمتري زي ما عملنا اوكي؟ فطبعا ده في ال LIF يبقى اذا في ال LIF التفاضل العادي هو التفاضل الكوفاريانت فاذا في ال LIF اقدر اقول ان نابلا جاما ار الفا بيتا ميو نيو زائد نابلا نيو ار الفا بيتا جاما ميو زائد نابلا ميو ار الفا بيتا ميو جاما بتساوي صفر وبما ان ال LIF is a legitimate coordinate system وديه تنسوريال ريليشن يبقى ذس تنسوريال ريليشن از جود فور اني ريفرنس فريم ذس از وات وي كول بيانكي ايدنتيتي انا بس ايه السيجما هنا طلعت جاما في الاناليسيس في الاخر فما تزعلوش يعني ارجع كده كده خلاص هتلاقي ديت هي دي شنو ولا ايه يبقى احنا هنتوقف بعد ما اثبتنا بيانكي والمره الجايه النهارده باذن الله هنعمل الكونتر اكشن بقى ونثبت لكم ان الجرافيتي محتاجه عشان الكيرفتشر الجرافيتي محتاجه اتليست 4 دايمنشنز فده يعني ايه حاجه تخليكوا حدهولي الساعه 12:30 مش كده ولا ايه